ومعنا عبر الهاتف دكتور محسن السلموني أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن للعلوم الاقتصادية. بعد التحية، ماذا بعد استقالة ليز تراس من منصبها، وخاصة أن كان لها برنامجها الاقتصادي الذي أثار صدمة في الشارع البريطاني؟ دكتور محسن، أيوة، أهلا بحضرتك مرة أخرى من لندن. ماذا بعد استقالة ليز تراس من منصبها، خاصة أن برنامجها الاقتصادي أثار صدمة في الشارع البريطاني؟ أولا ليز تراس ارتكبت، يعني عارفة في الحديث اللي احنا عملناه مع بعض من حوالي ثلاث أسابيع، تمام، ليز تراس ارتكبت أخطاء اقتصادية خطيرة. النهاردة الدول الأوروبية والدول المتقدمة النهاردة في السياسة بتخدم الاقتصاد والاقتصاد ليس يخدم السياسة. فاللي حصل بالضبط أن ليز تراس في البرنامج الانتخابي بتاعها أعلنت حاجات ما كانش ممكن أبدا تحصل في هذا الوقت الحالي، اللي هي النهاردة أنها بتقطع الفايدة، مش بتقطع الفايدة، بتقطع الضرائب، ضرائب، وبعدين الضرائب لكبار الدخل كانت يعني بتقللها من 40 تنزل من 45 تنزل ل 40، تمام، والضريبة على المنشآت التجارية والصناعية اللي هي الكوبريشن تاكس بتنزلها لأقل من 25%. البرنامج ده كان محتاج ان هو النهارده يبقى ليه، النهارده الدخل الخزينه البريطانيه كانت محتاجه 47 مليار جنيه استرليني عشان تمول هذا الانتخاب. ده كان غير عملي وغير اقتصادي في هذا الوقت الحالي، وكسبت الانتخابات على هذا الوقت. لما جت تنفذه هي، لانها هي غير اقتصاديه، لما جت تنفذه لقت في منتهى الصعوبه. إنما في حاجة لازم نعرفها من الأول، سواء ليز تراس أو سواء أي رئيس وزراء كان هيجي في هذا الوقت، لو هو ما تعاملش بجراءة وبسرعة خطيرة مع الحرب الناتجة من أوكرانيا وروسيا، لن يستطيع يستمر ويعالج التضخم الاقتصادي اللي موجود. المشكلة الاقتصادية اللي موجودة في إنجلترا، المشكلة الاقتصادية دي بتتفاقم في الدول الأوروبية الأخرى، تمام؟ صحيح. والدولة الأوروبية الأخرى اللي جاية وهتشوف نفس مشاكل اقتصادية كبيرة هي ألمانيا، لأن التضخم الاقتصادي اللي جاي اللي جه هنا ده تضخم اقتصادي مستورد نتيجة الدول الأوروبية دول صناعية تعتمد 80-100% على الصناعة والإنتاج بتاعها، بتستخدم، بتاكل طاقة، تنام طاقة، تقوم طاقة. فالنهاردة المصدر الأساسي بتاع الطاقة النهاردة واقف، ما بيوصلش خالص. طب أنت هتنتج إزاي؟ وانت هتبيع المنتجات بتاعتك ازاي؟ طيب ما هو ارتفاع اسعار الطاقه لازم بيؤدي ارتفاع اسعار المواصلات، بيؤدي ارتفاع الانتاج، الاكل بيغلى وبيغلى باسعار خطيره. فمهما رئيس وزراء جه لن يستطيع يتعامل مع ده الا اذا كانت اوروبا او انجلترا مع اوروبا تتعامل بوقف هذه الحرب. صحيح. دي الحاجة الأساسية اللي في الوقت الحالي، يعني زي ما حضرتك بتقول بالفعل أن الاقتصاد والسياسة هما وجهان لعملة واحدة. فمع ارتفاع حاد الأسعار الغذاء ببريطانيا بيدفع التضخم لأعلى مستوى في 40 عام، كيف يمكن أن يتم التغلب على التضخم مع الحفاظ على النمو الاقتصادي، وخاصة أن الجنيه الاسترليني ينخفض بنسبة 42% مقابل الدولار؟ تمام، نمرة واحد، بصي، علشان تتعاملي مع التضخم الاقتصادي، اللي هو التضخم الاقتصادي فيه نوعين من التضخم الاقتصادي، تضخم اقتصادي مستورد زي اللي انا شرحته من شويه، والتضخم الاقتصادي اللي ناتج من الانتاج نفسه. ففي تضخم اقتصادي بيبقى فيه تطور صناعي، وفي الاخر بيتقال ايه، الاقتصاد دوت يعني اوفر هيتد، يعني الاقتصاد كبر بشكل كبير وفي انتاجيه كبيره، وانا ببيع، تمام، وعندي فلوس كتيره داخله.
فبيقوم البنك المركزي عشان يحافظ على الاسعار والتضخم الاقتصادي يرفع سعر الفايده، يبقى يقلل السيوله اللي موجوده في البلد. تقليل السيوله النهارده في مشكله كبيره، انت انا عندي تضخم مستورد من بره، الاسعار عاليه، لما بتيجي بترفع الفايده وتقلل السيوله، طب ما انا معيش فلوس تمام اوريدي، فانت بتاخد بترفع اسعار عاليه تمام وعاوز تاخد فلوس انا مش عندي مقدمها، مش قادر اقدمها فيها. والدوله النهارده مجبره، دوله انجلترا مجبره انها تدفع فلوس لكل بيت علشان تقلل من فاتوره الكهرباء وفاتوره الغاز اللي موجوده. فهنا الاقتصاد البريطاني داخل على خمول اقتصادي كبير، خمول اقتصادي كبير. ده هيؤدي لبطاله، هيؤدي لارتفاع اسعار، هيؤدي لارتفاع الاجور تمام. في مؤسسات كثيره هتفلس نتيجه السياسه الخاطئه، السياسه الخاطئه الاقتصاديه اللي موجوده النهارده في انجلترا واوروبا هي نتيجه الحرب اللي هي اوكرانيا مع روسيا، لان الدول الاوروبيه ومن ضمنها انجلترا بتمول هذه الحرب. وبتمولها منين؟ فلوس بالفعل مش يا دكتور محسن السلموني استاذ الاقتصاد بجامعه لندن للعلوم الاقتصاديه، فكره حضرتك وصلت، ونحن في انتظار انتخابات فوريه في بريطانيا لاختيار رئيس وزراء جديد. شكرا لك.